ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى
المرأة أنا دخلت بيتك فلم تقدم لرجلي ماء، أما هذه فقد بلت رجلي بدموعها ومسحتهما بشعرها. أنت لم تقبلني، وأما هذه فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل قدمي. أنت لم تدمر رأسي بزيت، وأما هذه فبدهن الطيب دهنات قدمي. لأجل ذلك أقول لك أن خطاياها الكثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحبه قليلا. ثم قال للمرأة: مغفورة لك خطاياك. فشرع المتكئون يقولون في أنفسهم: من هذا الذي يغفر الخطايا أيضا؟ أما يسوع فقال للمرأة: إن إيمانك خلصك، فذهبي بسلام. خشوحا لا لا إلى تقديس الكنيسة. هاي المرحلة هي مرحلة الكنيسة. ليش؟ لأنه عندنا فرد موازنة. كنيسة يسوع المسيح لازم تكون تشبه معلمها، تشبه ربها يسوع المسيح. فالمرحلة الأولى هي يسوع المسيح، والمرحلة الثانية اللي هسه بدينا فيها من الأسبوع الفات من عيد حلول الروح القدس. هاي المرحلة هي اللي الكنيسة رح تبدي رسالتها، رح يبدي دورها. هاي من ناحية التقصية. اليوم انجيلنا يعني انجيل فظيع. ارضاء الناس غايات ذلك. ما نقدر نرضي احنا كل الناس، ولهذا زمرنا لكم فلن ترقصوا، فنحن لكم فلن تبكوا. يوحنا اجا قلت عليه هذا عند طخه. يسوع اجا يقعد ياكل ويشرب ويطلع ويا الناس ويحكي ويعلم، هذا فلتان. فحيره، ما نقدر، ما حد يقدر ان يرضي كل الناس. حتى الله ما يقدر يرضي كل الناس، يعني كل واحد عنده فرد وجهة نظر اتجاه هذا الله، شلون تربى وشلون تثقف وشلون قلب. احنا من خلال انجيل اليوم يسوع يعطينا فرد درس في الاخلاق. بس هذا الدرس في الأخلاق هو من وجهة نظر مسيحانية. شوية أريد أن تركزون تنتبهون على الكلمات اللي أقولها. من وجهة نظر مسيحانية، مو من وجهة نظر مسيحية. يعني إذا قلنا من وجهة نظر مسيحية ففلسفة الأخلاق دي نوزع بها كيف، والموازين رح تبدي هنا هذا غلط هذا صح هذا خطيئة هذا مو خطيئة وإلى آخره. بس من وجهة نظر مسيحانية، يعني من يسوع المسيح كيف هو يعبر عن المفهوم الأخلاقي البشر وشون يتعامل وياه. هذا
الفريسي يعني اجى دعا يسوع ويسوع ما عنده على البيت، بس هذا الفريسي ما قام بواجبه الاخلاقي، واجبه التقليدي، واجبه بموجب الاعراف المفروض ان يقوم بها اتجاه الضيف، ما قام. فريسي يعني يكون اكو عنده فرد مرحلة من الأخلاق، عنده فرد فكر شوية، يعرف شلون يتعامل ويا الناس، رجل دين، يعني أن يكون مؤدب. فهذا الشخص هو عازم يسوع وقاعد وياه، ما سوى الواجب المفروض أن يسويه كفريسي بموجب العادات والتقاليد والعرف اليهودية في ذاك الزمان. لكن هاي الامرأة الخاطئة اللي تجي وتقول اللي يعني تجي تبكي وتفرق رجل يسوع بشعرها وتخلي زيت، يسوع هذا يقول هذا لو صدق هذا نبي كان المفروض يعرف النهاية. شوف يسوع شلون يعلمنا درس. مشكلتنا احنا كبشر انه نحكم على الاشخاص. احنا ما نحكم على الفعل، نحكم على الشخص، نقتل الشخص، نذبح الشخص، نطلعه من ما يكون شخص. والمشكلة انه احنا من يكون اكو فرد اشخاص يقومون بافعال، حتى هاي الافعال كانت هي مو في مكانها الصحيح، ما نريد نقول غلط، يعني موازين الغلط والصح نسبية، ما نقدر يعني نحدد. يمكن اني في وجهة نظري هي غلط، بس في وجهة نظر الاخر مو شرط ان تكون غلط، فهي نسبية. الكنيسة مع الأسف علمتنا أنه الأشياء هذا غلط قطعي، هذا صح قطعي، ما أقول شيء. هذا يخليك أن تدخل للملكوت للجنة، وهذا يخليك أن تروح نار جهنم. منو أنت منو حتى تحدد أنه هذا وين راح يكون؟ طب والله والأكبر واحد في هذا العالم البشري من درجات العليا للكنيسة أن يكون هو مكان الله. إحنا كلنا خدام لكنيسة يسوع المسيح، فإذا نحن هو الله. فهذا الفريسي كان يتصور نفسه أنه هو الله فيحكم على هذه المرأة ويحكم على يسوع هم يلا وبس على المرأة. مشكلتنا انه احنا من يكون اكو فرد شخص، هذا الشخص هو في مسار غير صحيح، نقول في مسار غير صحيح، اكو كلمتين نقولها متعلمين عليها، يا اما يقول هذا غبي، يا اما يقول هذا جحش، مو متعلمين احنا نقول هيك. في المبدا المسيحاني ماكو هناك غبي وماكو هناك جحش. المشكله هو انه بدل ما ان تبقى تقول له انت غبي، انت جحش، انت اوكي، وبعدين انت شنو سويت؟ انت شنو انت هنا جهه جنبي اني شنو راح اسوي لهذا الغبي؟ يا اما انه اعبره من مرحله الغباء، اعلمه من مرحله الجحوشيه،
أعبرها، أعلمها، أطورها. وإذا ما أقدر أن أطورها آني، إيش راح أسوي؟ أبقى أقول له جحش؟ وأبقى أقول له غبي؟ فآني يكون المشكلة هي بي، أنه آني غير قادر أن أعبر. وهذا الشيء اللي هو سواه يسوع المسيح لهذه المرأة، الحب والغفران هما اللي يعبرون الإنسان إلى الأخلاق المسيحانية الصحيحة. الحب والغفران، أحبت كثيرا فغفر لها كثيرا. فأني أبقى مكلم غبي جحش غبي جحش، وبعدين بالمقابل أني شنو لازم أسوي؟ أني شنو لازم أمضي؟ أني دوري واجبي كإنسان مرتبط إيمانيا بشخص المسيح، شنو لازم أسوي؟ فهنا رح يبرز الدور الأخلاقي المسيحاني الصحيح، انه نوجه تعليم يسوع المسيح بصوره صحيحه، ونقوم الاخر من هذه الخطيئه، نقومه. هنا اني راح يكون اكو عندي، هذا هو الدور الرسولي اللي انجيل اليوم يبدي به في مرحلة كنيسة يسوع المسيح، كيف نقوم الأخلاق المسيحانية اللي هي تعتمد على ركيزتين رئيسية اللي هي الحب والغفران. فهذا الحب وهذا الغفران هو يقوم الآخر، يقوم شخصيتي أنا همين. إذا أنا حبيت وأنا غفرت الآخر رح يشوف، هو أين راح يكون؟ هو أيضا راح يتطور في حياته، وأني أيضا راح أقوم، لأنه أكو فرد شيء آخر جديد انضاف إلى حياتي الروحية والإيمانية. فهذا التفاعل إحنا في الكنيسة فاقدي، لازم نكون صريحين، فاقدي. فنحتاج في مرحلة الكنيسة اليوم نبدي مع يسوع المسيح في أن نتحمل هاي المسؤولية الرسولية في عمق هذا الحب وعمق هذا الغفران، أن نحققها داخل كنيستنا وبين أبنائنا بين عوائلنا بين أصدقائنا في كل مكان، حتى حياتنا تتطور وتتجدد وتوصل إلى منتهاها الإيماني. أشارك في الطيور.